بدأت. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية. اليوم إن شاء الله راح تكون محاضرتنا اللي هي مراجعة لشابتر 1 و2 و3، وبدي أحكي عن النقاط المهمة فيهن، وعلى أساس الطلاب بالفترة هاي لازم يقرأوا الثلاث شباتر هذول. إذا عندهم مشكلة بأي موضوع من الموضوعات اللي موجودة في الشباتر الثلاثة، المفروض إنه يتواصل معي ويبعث لي اللي بيسأله. تمام. احنا في البدايه اخذنا 3 كونسبتس رئيسيه. اخذنا لانجويج، اخذنا جرامر، اخذنا الاوتوميكا. كل مواضيع الماده بتدور على الثلاث شغلات هذول اللي هي لانجويج، جرامر، اوتوميتا. قلت انه انا بالاوتوميتا في عندي شغلتين، في عندي دي اف اي، في عندي ان اف اي. تمام. حكينا انه بقدر احول من ان اف اي لدي اف اي، واخذنا طريقه التحويل. تمام. حكينا انه اللانجوج كمان، اللانجوج بقدر استخرج منه جرامر، والجرامر بقدر ارسم منها ايش؟ بقدر ارسم منها لانجوج او اعمل منها لانجوج معينه. حكينا كمان انه اللانجوج بتقدر ترسم لها دي اف اي وان اف اي، بس مش كل اللانجوج تقدر ترسم لها دي اف اي. لذلك بدي اعطيكم شويه ملاحظات. اللانجوج كانت على الصيغه ال تساوي مثلا اي ان بي ان، حيث ان اكبر او يساوي زيرو. هاي كنا نحكي عنها لانجوج. لانجوج دائما ترمز لها بالرمز هذا، الصيغه الرياضيه اللي هي ال تساوي، بعدين بتحط اللي بدك اياه، دلاله اي بي، بحيث انه اي بي معرفه على مين؟ معرفه على سيجما، معرفه على سيجما. تمام. وسيجما بالحاله هاي، بالحاله هاي سيجما بدها تكون تساوي مين؟ اي بي. اوكي. طيب اللانجوج حقيقه بتكون إلها وصف معين، يعني إذا أنا بتطلع على اللانجوج بقدر أقول إنه هاي اللغة التي تحتوي على عدد من الإيز يساوي عدد من البيز، وبنفس الوقت A الإيز، ترتيب الإيز جاي قبل ترتيب البيز. تمام. وبالحالة هاي كمان بقدر أقول عن اللغة إنه ممكن تكون لمدا. ليش ممكن تكون لمدا؟ لأنه الآن أكبر أو يساوي صفر، لأنها تبدأ من صفر، وبالتالي إذا كانت A صفر B صفر بده يطلع عندي ايش؟ بده يطلع عندي لمدا. لذلك اذا بدي اعبر عن اللغه طريقه اوضحها واشرحها، اقول ال تساوي اول حاله لمدا، الحاله الثانيه اي بي، الحاله الثالثه اذا تكررت 2 اي لازم يتكرر مين؟ 2 بي، الحاله الثالثه 3 اي مع مين؟ مع 3 بي، اند سو اون، وهكذا. تمام؟ هاي بالنسبه لمين؟ لموضوع اللانجوج. لذلك اخذنا عده امثله انه على الاي ان بي ان زائد واحد، البي البي والاي، كيف ممكن ابدا اللانجوج بي، كيف ممكن ابداها باي او انهيها باي. هاي بالنسبه لللانجوج. تمام. اذا انا اعطيت امثله على اللانجوج، وبتمنى انه اللانجوج المصطلح هذا تنفهم مضبوط، واذا ما انفهمت الشباب يحطوا لي كويشن مارك على اي شيء مش فاهمني. تمام. اروح على الجرامر، اروح على الجرامر. تمام. هسه انا لما اطلب منك لانجوج، لما اطلب منك لانجوج بالشكل هذا، اقول لك والله بدي اللانجوج التي تبدا بايز وتنتهي ببيز، وعدد الايز فيها يساوي عدد البيز. تمام. بالحاله هاي انت شو لازم تقول لي؟ لازم تقول لي انت حتى تقيدني باللانجوج هاي لازم تحط لي جرامر، جرامر يعني لازم تحط لي قواعد امشي عليها. عمرك شفت لغه، سواء باللغه الانجليزيه ولا اللغه العربيه ولا الاسبانيه ولا اي لغه بالدنيا، فيها لغه بدون جرامر؟ مستحيل. اذا الجرامر موجود باللغه، اللي هي قواعد مين؟ قواعد اللغه. لذلك قبل شوي لما قلت لك عن اللانجوج اللي هي
an bn حيث n اكبر او يساوي 0 تمام. هاي اللانجوج بقدر اوصفها كالتالي، باجي احكي اللانجوج هاي هي اس بتروح، هذا جرامر، جرامر الاس بتروح ل اس بي، اي اس بي، اي بي بولدهن مع بعض، اي بي بولدهن مع بعض، اي بي اي بي اي بي اي بي وهكذا تمام. او اذا في عندي صفر مكرر او ايش او لمدا، وبالتالي بالحاله هاي تضمن انه انت بتولد لمدا، تضمن انه انت بتولد كمان مين اي بي، واي جاي قبل البي، وعدد الايز يساوي عدد مين عدد البيز. اذا هذا الجرامر مشان يوصف اللانجوج. حكينا انه الجرامر بتكون من عده شغلات، اذا بتتذكروا الجرامر، الجرامر بتكون من في تي اس بي، في الفاريبلز اللي هن هون الفاريبلز بس مين بس اس، بس اس الفاريبل هون. يعني اذا انت حاب تشوفها بتقول البي البي هون البي يساوي مين اس بس. طيب التي اللي هي التيرمينالز اللي بتوقف مين، توقف اللغه، التيرمينالز هون اي بي وايش ولندا تمام، والاس هي الستارت اللي ببدا منها، والبي مجموعه القواعد، مجموعه القواعد البرودكشنز اللي هي هاي بس قاعده واحده. طبعا هاي القاعده هي قاعده بقاعدتين، كيف؟ لانه ممكن واحد يجي يكتبها بالشكل هذا، وممكن واحد يجي يكتبها وين؟ بالشكل مين؟ بالشكل هذا الثاني. اذا هاي صحيحه وهاي مين؟ وهاي صحيحه. هذا بالنسبه لمين؟ للجرامر، بالنسبه للجرامر. واخذنا عده امثله كمان على الجرامر، وكل ما شفت بالانترنت زياده امثله كل ما فهمت الموضوع ايش؟ كل ما فهمت الموضوع اكثر. تمام، لكن انا بدي انوه على نقطه هون بالجرامر مهمه كثير. تمام، بعد ما اذا سمحت تاخذ سكرين شوت عن الشاشه، بدي انوه على نقطه كثير مهمه. المهمه، النقطه المهمه، اذا قلت لك مثلا بدي جرامر يبدا بA او ينتهي بB تمام، بالحاله هاي، بالحاله هاي لازم احتاج تو فاريبلز، بالحاله هاي لازم احتاج تو فاريبلز. الفاريبل الاول حتى اضمن انه ابدا بA فور اكزامبل، اعطيني لانجوج تبدا بA وبعدين عدد الايز، عدد الايز يساوي عدد البيز، اس بتروح بدي اضمن الA، بضمن الA بعدين بحط فاريبل ثاني، هاي تبدا بA تمام، بحط فاريبل ثاني، الفاريبل الثاني هو اللي بجيب A وB. لاحظ الريكيرسيف وين صار؟ A، يعني هون بضل تولد AB A B A B سوري A B A A B B A A B B B تمام، وهكذا عدد الايز يساوي عدد البيز. وبلشتها بA هون، معناته إذا بدك تعوض محلها تبدأ من S بعدين بتروح A، لازم تنزل الA بعدين بتروح تصير تعوض هون، وبالتالي قديش بده يطلع عندك هون؟ بده يطلع عندك لازم تبدأ بA قوة N زائد مين؟ زائد واحد. طيب والB أقل منها بواحد، B. إذا هاي اللانجوج، اللانجوج تساوي AN BN حيث N أكبر أو يساوي 0. طيب 0 زائد 1 0 زائد 1 1، يعني كم A لازم يكون؟ لازم يكون A لازم تكون موجودة في اللغة. طيب A A B أو لا تنسى مشان توقف في اللغة أو مين أو لمدة. هاي مثلا اذا قال لي بدي لانجوج تبدا بA وعدد الايز تزيد عن عدد البيز بمين؟ بواحد تمام. نفس الشيء اذا قال لي بدي لانجوج تنتهي بA، تنتهي بA او تنتهي بB، باجي بحكي له اس بتساوي A بضمن الB. نفس الشيء هون بروح A بتروح على AB مع مين؟ مع لمدا. هاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للجرامر، حيثياته كثير ولازم تطلع انت على المادة اللي هي الموجودة
تطلع كمان على أمثلة ثانية إذا حاب من الإنترنت. أوكي؟ تمام. إذن اللانجوج بقدر أحولها للغة، تمام؟ والجرامر، والجرامر بقدر أحوله للانجوج. يعني بس بدي أعطيك هون ملاحظة صغيرة، اللي هو اللانجوج تتحول لجرامر، والجرامر بتحول لمين؟ بتقدر تطلع منه لانجوج. لذلك هاي أحد مثلاً أحد الأمثلة على الأسئلة اللي ممكن تيجيك، إنه بقدر أحول الجرامر للانجوج ولا مين؟ لجرامر. تمام. أوكي. طيب أروح على مين؟ على الأوتوميتا. الأوتوميتا. الأوتوميتا قلنا نوعين. نوع اسمه DFA ونوع اسمه NFA. DFA هو اختصار ل Deterministic Finite Acceptor، والNFA هي ل Non-Deterministic. انتبه عندي. DFA بتمثل لك سلوك الآلة، الNFA بتمثل لك سلوك البشر. DFA Deterministic، يعني شو معنى Deterministic؟ يعني متوقع، يعني انت عارف وين بدك تروح. ليش؟ لانه زي ما حكينا بالدي اف اي، يا بتطلع زيرو يا بتطلع 1، لازم تطلع الزيرو وال1، ما بصيرش تطلع واحده منها. اما الان اف اي هي حره، ممكن اطلع بزيرو، ممكن اطلع ب1، ممكن ما اطلعش من مره، ممكن اطلع بزيرو 3 مرات، حر. وبالتالي سلوك العشوائي اللي هو الان اف اي نون ديتيرمينستيك، غير متوقع، ما بتعرف وين نهايته، ما بعرف وين بده يروح. اما الديتيرمينستيك فاينات اكسبتر تعرف وين بده يروح. ليش؟ لانه زي ما حكينا ما فيش عندك الا بيطلع يا اي يا بي او يا زيرو يا 1. اذا كانت مجموعه السيجما اللي هي اي وبي بالدي اف اي بالحاله هاي، انتبه معي، لازم يطلع عندي اي ولازم يطلع عندي بي، بس مره واحده فقط. اذا مره واحده فقط A B. طيب إذا لازم تطلع A ولازم تطلع B مرة واحدة فقط. هون ممكن يطلع 3 A's، مش نفس شروط، more than once، أكثر من مرة بتطلع إيه؟ ممكن ما تطلعش من مرة، no A، ممكن يكون no A، ممكن يكون more than، وممكن يطلع عندي إشي اسمه، آسف، ممكن يطلع عندي إشي اسمه إيش؟ لمدة. هاي مش موجودة وين؟ بالدي أف إيه. لذلك سلوك الأن أف إيه يختلف عن سلوك الدي أف إيه تماماً. تمام. الشغلة الثانية بالدي أف إيه، بحتاج إشي اسمه تراب ستيت زي ما أخذنا. وتراب ستيت اخترناها لأنه مرات بدي أطلع على لانجوج A، اللانجوج بتطلع A. طيب البي بالحالة هاي بحتار وين أطلعها، بطلعها وين؟ بطلعها على تراب ستيت، والتراب ستيت بتكون إيش؟ ديد، ما بقدر أرجع منها على اللغة نهائيا. يعني إذا بصل للتراب ستيت بعلك، ما بقدرش أرجع وين؟ على اللغة تبعك. أوكي تمام. اوكي، اخذنا كمان كيف نحول من NFA ل DFA. طيب السؤال اللي بنطرح، صح اللانجوج بتحول لمين؟ لجرامر. نفس الشيء الجرامر واللانجوج بتقدر ترسم لهن مين؟ NFA. يعني الـ NFA بقدر أعمل منها جرامر، بقدر أطلع منها لانجوج، بقدر أطلع من الجرامر لانجوج، من اللانجوج جرامر، وهكذا. إذا هاي 100% مضبوطة. تمام. بينما انتبه عندي، الجرامر والـ DFA واللانجوج
صح بقدر بس ايش بشروط انه زي ما حكيت لكم تكون regular language حتى اقدر ارسم لها مين DFA زي ما اخذنا تعريف من التعريفات الموجودة تمام بس الان FA كونها حرة وكونك تقدر تطلع منها لمدة وتقدر تطلع منها A ومرتين وB مرتين اذا تقدر ترسم لأي grammar تقدر ترسم ان FA بس مش اي language او grammar تقدر ترسم له DFA تمام اوكي تمام طيب التحويل من NFA ل DFA من NFA ل DFA تمام دائما قلنا انه اول شيء بمسك مين بمسك الكيو زيرو بوجد دلتا مين كيو زيرو مع مين مع A هيك بعمل بوجد اللي هو الفانكشن الكيو زيرو مع A تمام اذا طلع عندي ستيت جديده فلنفرض انها كيو 1 بعالج كيو 1 بعطيها ستيت جديده ببلش فيها تمام بس قبل ما ابلش فيها بوجد كيو زيرو مع مين مع B إذا طلع عندي ستيت جديدة فور اكزامبل كيو 1 كيو 2 تمام كم ستيت صار عندي جداد؟ 2 ستيتس فببلش بكيو 1 نفس الشيء مع A كيو 1 مع B وهكذا إذا كل ما يطلع عندي ستيت جديدة ببلش حتى أخلص كل ستيتس يا شباب اقطع الصوت هناك إذا ببلش بكل ستيت حتى أخلص كل الستيت الجديدة لازم بالقائمة هاي ما يكون عندي ولا ستيت جديدة نهائيا تمام مين عنده استفسار شباب بدي تضلكم تعملوا ميوت نفتح مجال الحوار اغلبكم مين عنده استفسار مبدئيا لا دكتور ما حدا ها واضح دكتور تمام اذا اخذنا كيف نحول من NFA ل DFA في شغلات مهمه تعرفها زي اسمك بالنظريه الاحتسابيه اللي السيجما اللي اخذنا التعريفات السيجما هي A B السيجما ستار هي A B ستار انتبه معي شو معناها انتبه حروف اللغة العربية حروف اللغة العربية كم حرف 28 حرف صح سيجما يا شباب اعمل ميوت اخليس انا طفي الميوت اخليس سيجما الحروف اللغة العربية هي الف باء جيم دال وهكذا صح 28 حرف طيب السيجما ستار سيجما ستار اللي شايفينها هي الكلمات التي تولد على الحروف صور باللغة العربية قديش في كلمات صور باللغة العربية قديش في كلمات يعني أنا مثلا عندي ألف با جيم دال تا ألف با تا ثا سوري أنا رحت على أبجد فوز ألف با تا ثا جيم دال ها وهكذا إلى مين إلى الياء لو قلت مثلا يوم هل هي كلمة هل هو سترينج نعم هو سترينج ولد على جميع على الكلمات اللي من هون نعم كلمة جديد كمان كلمة أحد كلمة لوح هاي كلها كلمات هاي كلها strings هاي strings كلياتها تنتمي إلى مين تنتمي إلى سيجما ستار فدائما السيجما ستار هي مجموعة strings التي تولد على السيجما طيب مين بحكي لي شو الفرق بين السيجما ستار والسيجما الفرق بين السيجما والسيجما ستار انه السيجما مجموعه منتهيه بينما السيجما ستار تصور لو بدك تضلك تولد كلمات من هون لثلاث اشهر بتقدر هذا باطوال مختلفه باحرف مختلفه قد ما بدنا نولد من هون لاخر العمر بنقدر نخلص ما بنقدر وبالتالي مجموعه السيجما ستار هي مجموعه غير منتهيه تمام اوكي لذلك دائما
بعمل اللانجوج وبعمل مين سيجما ستار. طيب السيجما ستار، السيجما ستار هي فيها تحتوي على مين، على من ضمن المجموعة تحتوي على لاملا. تمام. السيجما بلس هي سيجما ستار بس ما فيهاش لاملا، ناقص مجموعة مين اللاملا، يعني ما فيها لاملا، يعني هي تقريبا كمان هي مجموعة غير منتهية. بس أنا شو شلت منها؟ شلت منها اللاملا، السترينج الفاضي. وبلغات البرمجة يا شباب، حتى أنت لما تأخذ السي مش بتأخذ سترينج، لما بتعرف سترينج بتقول خليني أروح على السي شارب لأنه فيها سترينج. سترينج أس يساوي فراغ، هنا أنت عرفت أس سترينج نفسه مجموعة سيجما ستار، لما تعطي تساوي فراغ كأنك تعرف مين، تعرف اللمدة. طيب وممكن أقول سترينج أس 1 يساوي ALI علي، تمام. هذا سترينج كمان، هذا معرف على مين، على سيجما ستار. لذلك بدك تعرف انه هاي المادة هي مقدمة للغات البرمجة، مقدمة للكمبايلر، كيف الكمبايلر بيشتغل، تمام. اوكي طيب ولازم نعرف كمان ال L1 وال L2 ستار، ال L1 L2 language 1 language 2 وهكذا. طيب لو قلت لك language اذا كانت language an bn حيث n اكبر او يساوي 0 for example، بتقول لي L1 هي نفسها an bn حيث n اكبر او يساوي 0، تمام. لو قلت لك شو L2 بتقول لي نفس an bn بس بكررهن ايش مرتين، an bn بس التكرار الثاني مش شرط يكون نفس التكرار الاول، يعني an bn AK BK حيث N و K أكبر أو يساوي 0. طيب L3 نفس الإشي، L4 نفس الإشي، تمام. طيب L-reverse العكس، بقول لا هي BN AN حيث N أكبر أو يساوي مين 0، فلازم أعرف مين الأمور هاي كاملة. طيب والـ L0 هي مين؟ الـ L0 هي اللمدة. اوكي تمام. بعدي الامور هاي كلها، وهذا كله موجود بشابتر واحد. شابتر واحد مهم، شابتر اثنين مهم، والاخر اشي شابتر ثلاثة اخذنا فيه regular expression. تمام. regular expression ورمزنا له بالregular expression بالشكل هذا، حكينا انه الregular expression الأساسية، regular expression الأساسية اللي هي لمدة و A و مين و phi. تمام. وقلنا اللي معناها or، وقلنا R1 concatenation مع مين؟ R2 اللي هي ضم، وقلنا R1 مين؟ ستار من صفر. حكينا أمثلة عليه، مثلا إذا قلت لك A زائد B، A زائد B B، شو بتقول لي؟ بتقول لي هذا السترينج هو إما A أو B بتأخذ، يعني تفرع، هذا تفرع دائما، هذا تفرع، إما A أو B، بعدين لازم ينتهي مين؟ لازم ينتهي ب، لازم ينتهي ب، تمام. لذلك بقول لك مثال، إذا كان عندي هذا R يساوي A زائد B، بقول لك هل A B يوافق الريجولار إكسبريشن؟ نعم، A I B. طيب هل B B يوافق الريجولار إكسبريشن؟ B B، تمام. طيب هل A B B يوافق الريجولار إكسبريشن؟ هذا صح، هذا صح. هل A B B يوافق الريجولار إكسبريشن؟ لا، هون يا بتأخذ A يا بتأخذ B، ما بصيرش تأخذ ثنتين مع بعض، وبالتالي هذا لا يوافق مين الريجولار إكسبريشن، تمام. أما لو قلت لك مثلا عندي R يساوي A زائد B ستار B، تمام،
بالحالة هاي A زائد B كل لفة كل لفة بتأخذ إما A أو B كل لفة تأخذ إما A أو B لذلك إذا بقول لك هون A A A B B B B B B طيب تعال A لفة A لفة ثلاثة B B B B B قد ما بدي بعدين آخر شيء مين B إذن هذا يوافق مين الريجولر إكسبريشن الثاني هذا R1 خلينا نسميه وهذا مين R2 طيب لكن لو قلت لك B B A هل هذا بوافق الريجولر إكسبريشن نيجي B B A طيب والB هاي وين راحت إذن هذا لا يوافق مين الريجولر إكسبريشن لأن الريجولر إكسبريشن هون يجب أن ينتهي بمين ينتهي بB تمام هذا بالريجولر إكسبريشن أخذنا تعريف مهم كثير اسمه ليفت لينير ورايت لينير ريجولر إكسبريشن قلنا بالليفت لينير كل الفاريابلز بتكون على اليسار أو بيكون في تيرمينالز بس بالرايت لينير كل الفاريابل بتكون على اليمين أو بيكون في تيرمينالز بس أما اللي بيجي ميكس ميكس في ليفت وفي رايت هذا بسميه إيش بسميه ما بسميه بسميه neither left nor right يعني له left وله right حكينا تعريف مهم جدا اللي هو إذا كان left linear expression أو right linear expression اللانجوج اللي بتولد منهم هي regular mean regular language تمام وضحت بدي أترك مجال للمناقشة شو شباب دكتور يعطيك العافيه هذا تغريد هلا دكتور في القاعده اللي تحت اللي ار كيف اللانجوج تبعها اللانجوج هاي شوفي كانك بالضبط كانك بدك ترسمي بالشكل هذا هيك اي بي وبي وهاي فاينل ستيت نفس الاشي تصوري هون انت بتبدي من هون دائما صح شو ممكن تجيبي؟ ممكن تجيبي A A A B B A A B B قد ما بدك حرة أنت باللانجوج هاي بعدين آخر شو لازم تنتهي؟ لازم تنتهي مين؟ B وضحت؟ تمام سؤال إضافي دكتور يعني بال أي تغريب؟ يعني هي بالقاعدة لما نيجي نعمل لها اشتقاق إذا بدك تعملي اشتقاق تعملي اشتقاق طيب شو بتعملي تعملي ال اي زائد بي الكل مين ستار الاسوشيشن مع مين ال بي ال ال اي زائد ستار هاي شو بتعطيكي بتعطيكي لمدا وهذول ال اي زائد بي ستار اصلا ما بتقدر تكتبيها لانه ممكن تكتبي اي ممكن تكتبي بي ممكن تكتبي بي بي اي ممكن تكتبي اي شيء هون بتعطيكي هاي دائما هاي دائما شو بتعطيكي؟ بتعطيكي سيجما ستار دائما فتصوري سيجما ستار طيب بالاخر هون شو بدي اعطيك هاي كونه في عندي كونكاتينيشن كونكاتينيشن مع مين مجموعه مين البي شو ما بيجي شو ما بيجي من هون شو لازم ينتهي اخر شيء بي وضحت ولا لا تمام دكتور بس بالنسبه للفاينل ستيت ها دكتور معنا لما يكون في سهم بس زي على اخر على اخر ستيت ما في سهم انا زي عندنا زي رسمينا هون البي رايح على اخر ستيت حطينا فاينل ستيت دائره يعني تمام معك انا تفضل طب احيانا ممكن اشوف كثير من الرسمات يكون في منها راجع وما زالك بنحطها فاينل ستيت امتى بنرسم الفاينل ستيت بالضبط نحن امتى بنحط الدائره هي ما في مشكله انت باي رسمه خليك معي شويه قديش معنا وقت بالله 3 دقائق صوت عندك بقطع يا عمر 3 دقائق في ضعف بالنت ثلاث انتبه عندي ثلاث دقائق
كانت عندي final state كل بالله ينتبه معي. For example A هون راحت B طيب ورجعت على A تمام. شو معناته final state هون؟ انتبه معي انتبه. معناته عندك إما بتروح A و B بتنهي A B بتنهي تمام تمام وصلنا للفاينل ستيت. أو ممكن A B خليك معي A B A B تنهي طيب أو A B A B A B شوف A B A B A B معناته شو السترينج اللي بتولده؟ A B مكررات زوجي A يعني شو بتولد لك هاي؟ بتولد لك A B N حيث N أكبر أو يساوي مين؟ واحد زيرو عادي ما في مشكلة ترجع وين ما ترجع بس آخر إشي لازم أنت تطلع وصف اللغة لازم تطلع وصف اللغة تمام؟ تمام آه وبدك تعرف كمان إنه بالرسمة ممكن يكون عندك أكثر من final state ما في مشكلة يعني في رسمات مش الرسمة هاي أنا بعطي بس في رسمات ممكن يكون عندك أكثر من final state بدك تتبع وين اللغة بتصل على أساس تطلع مين اللانجوج تمام بين حالة بتصير حالات كتير يعني بتصير معقدة اللغة أكثر آه يعني بتصير معقدة بس بتكون يعني بتكون الرسمة أوضح منها هاي لأنها هاي أخذتها مثال على A B A B A B N حيث N أكبر أو يساوي مين أكبر أو يساوي واحد تمام تمام طيب بتقول لي هون هاي N F A ليش N F A لأنه هون A طالع بس هون طالع B بس وهون طالع A بس تمام طيب مشان أحولها لدي F A سهلة ما في مشكلة باجي هون الـ A طالع بطلع منها B طيب هاي طالع منها B بطلع منها مين A طيب طالع منها A شو بطلع منها B تمام هاي بخليها تراب مين تراب ستيت زي ما حكينا طيب وهاي بدي أشيل الفاينل هون تشيلوها تمام وهاي بدي أخليها هاي وبطلع منها مين A B بتصير الرسمة من N F A لدي F A ليش لأنه A B طالعة B A طالعة A B طالعة وهون طالع منها A B هاي D F A صارت شو بتولد بتولد اللانجوج اللي A B مكررات مع بعض A B مكررات مع بعض N أو N أكبر أو يساوي مين واحد وضحت تمام إذا حابين نكمل